درس اليوم واحد دروس خاصة بمادة الجرامير لكتاب pour communiquer en français المستوى الخامس ابتدائي. نبدأ على بركة الله ونشرح الدرس. عنوان درس اليوم مخصص بمادة الجرامير le complément circonstanciel de lieu. Complément circonstanciel de lieu. غادي نشوفو اش تعني le complément circonstanciel de lieu. J'observe et je découvre. يعني ألاحظ وأكتشف ماذا سألاحظ؟ سألاحظ هذه الجمل وأكتشف le complément circonstanciel de lieu في هذه الجمل. كيف نتعرف على le complément circonstanciel de lieu انطلاقا من الجمل؟ نقرأ الجملة الأولى. J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Il a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Il a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Ani shahadtu aw lahadtu Nabil عند مدخل مطار محمد الخامس. الجملة الثانية إلى أنغوجيستخي سي باجاش أو غيشي نيميرو 5. سجل أمتعته بشباك رقم 5. هنا في المنطقة الداخلية للمطار، يعني مكان ينتظرون فيه الركاب في انتظار مناداتهم للدخول إلى الطائرات. دون لا سال دو باكومون إليا بوكو دو باساجي. هناك مجموعة من الركاب. نجيب عن هذه الأسئلة. As-tu vu Nabil? أين شاهدت Nabil? J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Où Nabil a-t-il enregistré ses bagages? Aina shajjala Nabil amti'atahu. Nabil, il a Nabil a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. سجل نبيل امتعاته بالشباك رقم 5. نذهب إلى الجملة الثالثة. Où est-ce qu'il y a beaucoup de passagers? أين يوجد عدد كبير من الركاب؟ Dans la salle d'embarquement. Dans la salle d'embarquement. إذا لاحظنا هذه الجمل بثلاثة تتطرح السؤال أو أين؟ أو أين؟ أو أين؟ الجواب دائما تكون ألونتخي، يعني عند مدخل المطار. هنا نبيل أ، هذا هو الجواب أو. هنا أ أو غيشي أو في شباك أو بالشباك رقم 5. Où est-ce qu'il y a beaucoup? Il y a qu'un seul là. Là, dans. Ntaqlo lfqra tania li hiya je manipule et je réfléchis. Je souligne, nqra le seul l'awwal, je souligne les noms ou les groupes nominaux qui répondent à la question où. Qal lik nstro, je souligne hiya da satran. Je souligne les noms tahta al-kalima
او الكلمات، مجموعه الكلمات، تقدر تكون كلمه واحده او مجموعه من الكلمات اللي تتجاوبنا على السؤال او. هذا سؤال، يعني اين شاهدت نبيل؟ شاهدت نبيل بمدخل المطار او بمدخل مطار محمد خان. ديك اين، الجواب ديالها فين؟ في المطار. يعني غادي نسطرو على بمدخل المطار، يا اش نسطرو. ايا جي في نبيل ا لونطري دو لايروبور، يعني قال لك نسطرو على الجمله اللي تتجاوبنا على او، وهي اين. اين شاهدت؟ شاهدت ب ا لايروبور محمد 5. الجملة الثانية، إلى أنغوجيتخي سي باجاج أو غيشي نيميرو 5، أين سجل أمتعته؟ يعني أين، دابا هما قال لك جاوب على إلى أنغوجيتخي باجاج أو غيشي، أين سجل أمتعته؟ ديك أين اللي قالنا في السؤال هي أو غيشي. دون لا سال دون باركومون إليا بوكو دو باساجي، أين يوجد بوكو دو باساجي؟ دون يعني بي بقاعة لومباركومون. نشوفو السؤال الثاني، جو ردي لي فراز ان سوبريمون سي نون اي سي غروب نومينو، اش قال لك؟ إعادة قراءة هذه الجمل بحذف اش هاد الكلمات اللي هي أولا مجموعة الكلمات اللي سطرنا تحداها. مثال، نعاودو نقراو هاد الجمل بلا اون سوبريمون، شنو سوبريمون؟ بلا ما نقولو هاد الجمل اللي سطرنا تحتها. جي في نابيل، احنا سوبريمينا هاد الجملة. J'ai vu Nabil. فقط. الجملة الثانية، il a enregistré ses bagages. سجل أمتعته وحنا نسكتو. فين سجلها وكيفاش ما كانش، يعني il a enregistré ses bagages. هنا il y a beaucoup de passagers. وقفنا، ما قلناش فين، اش وقع لهم. il y a beaucoup de passagers. هناك مجموعة من الركاب. ملي لاحظوا هنايا واحد الجملة، je remarque que les phrases ont toujours un sens mais elles sont moins précises. يعني ما بينش، فاش تنحيدو هذوك الجمل اللي قلنا اللي تتعبر على المكان نتاع الالتقاء، فين شتي مشاهده او لا فين سجل الباجاج ديالو او لا في كاين الركاب، فاش تنحيدو هذوك الجمل الباقي من الجمله ما تتبانش فيه، ما تتبانش بانه عنده شي معنى. شي معنى يعني جو رومارك كو لي فراز اون توجو ان سونس، هما كاين عندهم واحد المعنى ولكن قليل ما واضحش بزاف. جي في نابيل، فعلا شتي نابيل ولكن فين وكذا ما كملاش، يلا فيه نص المعنى تقريبا. نفس القضيه بالنسبه الى اونغوجيستري سي باجاج او غيشي نيميرو 5، الى اونغوجيستري سي باجاج سجل امتعته وحنا نسقى، ها هو كاين فيه واحد المعنى ولكن غير تام، خاصو شي حاجه اخرى. فاش تنقولوا بالشباك رقم تنحددوا اكثر، تنحاولوا نحددوا اكثر الجمله ديالتنا. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. فاش تنحيدو dans la salle d'embarquement تنقراو غير il y a beaucoup de passagers. اي كاين مجموعة من الركاب ولكن ما كملناش، خاصنا شي حاجة. تنقولو كاين ركاب فاش في قاعة الانتظار. نمشيو هنا اش بيبين لينا في هاد الجملة؟ بانه الى حيدنا داك لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، المكان فين تيتجرى الفعل، الى حيدناه ما تتكونش جمله تامه، يعني ضروري تيبقى خاصها شي حاجه. مزيان، نمشيو للسؤال اولا الجمله الرابعه اللي هي عباره عن سؤال، وي لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو دون لا بروميير فراز. هنا في هاد الجمله تيسولونا فينا هو le complément circonstanciel de la première phrase. Finis la première phrase. J'ai vu Nabil à l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Le complément circonstanciel du lieu ou l'entrée de l'aéroport Mohamed V. Au cas d'alik, nisbel jumla tania, il a enregistré ses bagages au guichet numéro 5. Le complément circonstanciel du lieu ou guichet numéro 5. Nisbel jumla talta. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Donc, هنا le complément circonstanciel de lieu ou la salle d'embarquement. هنا عندنا quels sont les mots qui introduisent le complément circonstanciel de lieu dans chaque phrase.
y a-t-il d'autres mots? انا اش قال لك اشنو هما الكلمات اللي تتسبق هاد لو كومبليمون سيركونسونسيل دو ليو دون شاك فراز. نشوفوا الجمله الاولى جي في نبيل، قلنا لو كومبليمون من هنا لونتري دو لايروبور محمد، شكون اللي سبقاتو؟ ا تنقولوا عند مدخل هاد عند ا الى انغوزيتري سي باجاج او يسجل امتعته بي بالشباك. هاد بي هي كي انترودويز ا كي انترودويز هي دي اللي تتسبق. فاش قال لك هنا كي سون لي مون كي انترودويز يعني اللي تتسبق، كاينه ا كاينه هنا او وهنا كاينه دون في قاعة او بداخلي. ياتيل دوطخو مون يعني من غير هادو اللي كاينين هنا؟ نعم كاين تقول اكوتي مثلا جلست بجانب بعد اكوتي دو اكوتي دو ليكول. جلست بجانب اين اين جلست او اين كنت كنت بجانب المؤسسة بجانب اكوتي دو. كاينين كلمات اخرين اللي هي بخي دو بالقرب من كنت بالقرب منه أو كنت بالقرب من زميلي إلى غير ذلك. نكمل نذهب إلى الفقرة الثالثة je retiens le complément circonstanciel de lieu est un mot ou un groupe nominal qui apporte des précisions sur le lieu de l'action. هذا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو اترمزو ليه بسي سي ال و سي سي ال. خا تقدروا نقولوا لو كومبليمون سيركونسونسيال دو ليو ولا نقولوا سي سي ال. ايتامو هو واحد الكلمه او مجموعه من الكلمات اللي تتجلب لينا او لا تضيف لينا دي بريسيزيون يعني اضافات او توضيحات او معلومات سيغ لو ليو دو لاكسيون حول مكان الحادث أو حدود مكان الفعل أو الحدث. رأيت أو شاهدت نبيل بمدخل المطار. هنا بريسيزيون سوري يعني أين شاهدت بمدخل. تيزيد لنا واحد تحديد، تيزيدنا إضافات، تيزيدنا توضيحات أخرى في الجمل. يعني هذا هو إذا قال لك عرف لي لو كومبليمون سيركونسو دو نو تقول لي هو واحد الكلمة أو مجموعة من الكلمات التي تجلب كي ابورت دي بريسيزيون توضيحات اضافيه سور لو ليو دو لاكسيون متعلقه بمكان الفعل. Je retiens la deuxième phrase elle répond en question où d'où vers où par où يعني تتجاوب على هذه الاسئله دائما complément circonstanciel du lieu تجاوب على هذه الاسئله où اين d'où من اين vers où إلى أين par où من أين. Le complément circonstanciel de lieu peut être déplacé sans changer le sens de la phrase. يعني ممكن نحولوا le complément circonstanciel de lieu يعني من الأخير نتاع الجملة إلى بدايتها بلا ما نأثروا على المعنى. المعنى هو لو سونس معنى الجملة يعني ما عادش نتلفوا في المعنى. نعطيو مثال اللي عندنا في هذا الدرس. Dans la salle d'embarquement, il y a beaucoup de passagers. Hein, le complément circonstanciel de lieu, c'est pourquoi il a dit il y a beaucoup de passagers. C'est pourquoi il est là. Il y a beaucoup de passagers dans. On dit dans. الاختلاف غير هنا حنت بدات بالجمله تنديرو دي ماجيسكول وهنا الا جات في الوسط تاع الجمله تنديرو دي مينيسكول. دون لا سال دون باغ كومون نمشيو للفقره الرابعه جو مونترين جو سولين لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. هنا je souligne يعني اضع سطرا تحت الكومبليمون سيركونسونسييل دو ليو
L'avion atterrit sur la piste. هنا l'avion يعني الطائرة لامستي الأرض atterri sur la piste. La piste هو واحد الطريق تتكون داخل المطار تتمشي عليه الطيارات. La piste l'avion atterri sur la piste هي complément circonstanciel de lien. Dans la salle d'attente, la salle d'attente هي complément circonstanciel de lien. Les passagers s'endorment. Les passagers s'endorment, يعني يغفون. شنو هو يغفون؟ بحال ناعسين. تديهم الناس واحد شويه حتى توصلهم النوبه. Dans la salle d'attente, les passagers s'endorment. Les plus vieux sont assis à l'arrière. Les plus vieux, يعني الناس الكبار في السن, sont assis à l'arrière. يعني قاعدين في الاخير. L'hôtesse de l'air se place devant. L'ardona, les plus vieux sont assis à l'arrière. L'arrière. L'hôtesse, يعني في الاخير او في الوراء. L'hôtesse de l'air se place devant la porte. La porte. مكان وجود l'hôtesse. شكون هي l'hôtesse de l'air؟ هي مضيفة. مضيفة الطيران. يعني تيقول لك اين اين هي مضيفة الطيران؟ يعني devant la porte. امام الباب. Pour contrôler les billets. Et on a les compléments circonstanciels de lieu. On a la piste, la salle d'attente à l'arrière. Et on a la porte. On a la grammaire. Je complète par un complément circonstanciel de lieu. Il y a un يعني هاد الجمل هادو اللي باقي مخصوصين نتمموهم باش بان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. نبيل رون شي زافير دون دون اش سون ساك باغ اكزومبل ساتروس دون سون ساك. هذا مثال يعني نبيل رتب أدواته في dans son sac يعني المكان. هذا هو le complément circonstanciel de lieu. Nous partirons en voyage à Tanger par exemple. À Tanger, à Casablanca يعني مكان. سنسافر إلى طنجة. المكان الذي سنسافر إليه. Il est interdit de fumer. يعني أين ممنوع هو المكان الممنوع فيه التدخين. Il est interdit de fumer dans la classe. مثلا فين تنقراو. Dans l'école. في مدرسة كاملة. Dans la classe. Dans l'école. Dans la classe. Il est interdit de fumer dans la classe. Marie est assise. Est assise. أنا قريت أنا تي. حنت أنا لو فيرب إتر. تلاقات تي مع أ. On a rebdom. Notre Marie est assise devant moi. Deuxième tmrin, le khamis. Je m'évalue. Ou le fakra le khamisa. Je m'évalue et je consolide mes acquis. Tan chouf wach ndi, je m'évalue. Tan koum tan atoum qima. وتنحاول نقويهم إذا كان عندي شي خلل تنعاود نقويهم. تلاقى مناش واحد التمارين. شوفوا السؤال أو الوضعية الأولى. جانيم أن ديبا أون كلاس سوغ لاتيغيساج دو لافيون. هذا موجه للأستاذ. إنشط واحد النقاش في القسم بين التلاميذ سوغ لاتيغيساج دو لافيون. أشنو هو لاتيغيساج دو لافيون؟ هو هبوط طائرة. فهذاك أثناء الهبوط بيطرح اسئله باش يتناقشوا الدراري. كل واحد الى شاف شي طائره فواحد مرحله الهبوط ديالها بيهضر عليها. كو جي بري اي جانسيت مي كاماراد. يعني جانسيت مي كاماراد تتعني نعشهم
à me parler de leur expérience similaire. يعني شي واحد تلميذات أو التلاميذ اللي شاف هاد الملاحظة نتاع الطائرة وهي تهبطو في أحد طرقات المطار، يكون في المطار هو تيشوف، باش يقول لنا التجربة ديالتو، فاش كان تبعها، اش كانت تدير، شنو هما الأصوات، فاش قربت اش وقع. المهم باش يبدا تيهضر التلميذ أو التلميذة. هنا جوبسيرف لي ماجي اي جي كري تخوا فخاز افيك لي كوم دي كومبليمون سيركونسونسي دو لي. قال لك نشوفوا هذه الصوره ونحاولوا نخرجوا منها ثلاثه الجمل. جوبسيرف لي ماج اي جي كري تخوا فخاز افيك دي كومبليمون سيركونسونسي دو لي. اش تنشوفوا في هذه التصويره؟ هنا عندنا مجموعه من الملاحظات. لاحظوا هناك طائره تحلق في السماء. اش نقولوا لهاد الطائره؟ كيفاش نقولوا ليها؟ لافيون. ها هي لافيون فول دون لو سييل. لاحظوا السؤال جي كري تخوا فراز افيك دي كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو. فين هو لو كومبليمون؟ أين تحلق الطائرة؟ في السماء. هذه الجملة الأولى. هما قالك تروا فخاز يعني ثلاث جمل. مثلا عندنا هنا واحد مجموعة من الطيور. لاحظوا واحد جوج ثلاثة أربعة، يعني مجموعة من الطيور تحلق كذلك في السماء. أين تحلق هذه الطيور؟ في السماء. الهدف عندنا هو لو كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو اللي هو السماء. هنا un groupe d'oiseaux vole. هنا vol حنت وحده لافيون، وهنا vol حنت مجموعه ENT vol dans le ciel كذلك في السماء. لاحظوا كذلك واحد جوج نخلات كاينين في هذه الصحراء، هذه كلها هي صحراء وكاين جوج نخلات. إليا دو بالمي، يعني نخلتان بالمي دون لو ديزير دون le désert.